الإنسان ساعتها اتأكدت انه ملك القمار زي ما بيسموه، ولقيت نفسي من غير ما احس بحاول اقلده. كنت مبهور بيه ومع ذلك بخاف منه وبتجنبه. كنت بتعمل ايه؟ ابدا. اتمرن على ايه؟ ولا حاجة. وبدأت اراقبه واقرا انفعالاته وردود افعاله لكل حاجة حواليه. وفي يوم واجه الديلر عماد تفاحة موقف سخيف. حياة قلبي حبيب تفاحة. يو بيست بليز. اوكي عماد عمدة. ايوه حط لي دي على 13. نو مور بليز. 13 بلاك اوت. يلعن ابوك ابن كلب. لح ديلر. عرفت يومها للرئيس كان بيقول لنا ان الشغلانه دي عايزه تحكم في النفس، ويمكن كمان محتاجه انك تكون من غير قلب. Your best please. حياتي بقت غريبة، بشتغل والناس نايمين، وأروح والناس لسه بتبتدي يومها. والأغرب إني اشتغلت في الكازينو عشان أقدر أتجوز، ولما خطيبتي مشيت ورا أهلها وسابتني لأن فلوس الديلر حرام، لقيت نفسي موجود في الكازينو مش عارف ليه، وبكمل في الشغل برضه وأنا مش عارف ليه. عايش لله هدف زي كل الناس دول، جم الدنيا ليه مش عارفين، ومكملين فيها برضه هما مش عارفين. قررت أسيب البيت وأعيش لوحدي بعد مامي رفضت هدية عيد الأم، وإخواتي بيرفضوا أي فلوس أو أكل بشتريه للبيت، حتى أصحابي بقوا بيتهربوا مني وبيرفضوا حتى عزومتي.